بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن قبوله واستجاب دعواتكم إن شاء الله. نحن وأنتم في اليوم 22 من شهر رمضان المبارك. بالأمس قلنا ها نحن في الليلة الأولى أو في اليوم الأول من أيام وليالي شهر رمضان، وما أسرعها من أيام، وهكذا تقضى الأيام الجميلة ونحن في ضيافة الله تعالى، مقبلون هذه الليلة على ليلة القدر المباركة في أقوى الروايات، الليلة 23. نسأل الله تعالى لنا ولكم أن يوفقنا لأداء ما علينا فيها وأن يستجيب منا ومنكم إن شاء الله. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم الدائم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيدي الكريم السلام عليكم وأهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تقبل الله أعمالكم منا ومنكم إن شاء الله. سيدنا بعد قليل إن شاء الله بإمكانكم أن تشتركون ويانا مشاهدين الكرام وتطرحون أسئلتكم وملاحظاتكم ومداخلاتكم من خلال الأرقام اللي راح تظهر أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى. ولكن الآن دعونا مع تدبر في آية مباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. تفضل سيدنا. صدق الله العظيم. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال من أقوى وأجلى مظاهر الإيمان عند الإنسان أنه لا تحركه المظاهر الخارجية والعوامل الخارجية. أنا تارة أمام من أستحي منه أن أخطأ فأترك الخطأ، أو في حضور من أخشى في أن أرتكب أمرا غير مقبول فأتجنب ارتكابه باعتبار أخشى حضور فلان أو محضر الناس، أو عموما عالم الشهود، عالم الشهود، عالم الحضور، عالم له على حال آثاره الحسية. أنا أشوف اللي يشوفني لذلك أحسب حسابه، أنا أشوف اللي يسمعني شوي أخشى على حال موقفه. عالم الشهود عالم طبيعي الإنسان يتأثر به بشكل أو بآخر بشكل واضح وكبير. نعم، نحن لا نتحدث عن أشخاص هم لا يهمهم الآخرون أصلا، تراهم أنهم على حال متسيبون، نزقون أخلاقيا أمام الناس. هؤلاء نحن لا نتحدث عنهم، نتحدث عن أشخاص على حال المستوون فهما وشعورا وعقلا. لأن أكو بعض الشباب، واحد الآن قد يشكل عليه يقول سيدنا أكو بعض الناس ما يهمه شيخ عشيرهم يعمل أعمال غلط أو أمام عالمهم يتكلم كلام مو موزون. هؤلاء ليسوا على حال على ما يرام صافا. الكلام عن الأشخاص الموزونين، الكلام عن الأشخاص الطبيعيين، الكلام عن الأشخاص اللي عندهم مشاعر طبيعية ومستوية. هؤلاء عالم الشهود عندهم يختلف عن عالم الغيب. عالم الغيب يعني عالم عدم حضور، عدم حضور. يعني الآن أسأل كثير من شبابنا والمتابعين أنه أنت لما واحد في الغرفة معك أو مع وجود الآخرين، هل تصرفك يكون نفس تصرف ما لو كنت أنت وحدك؟ نعم، كثير من الأحيان مو هالشكل. يعني فلان قضية يقول ما ألبسها عيب لأنه راح فلان يكون موجود، مع أنه إذا فلان لم يكن موجودا ويلبسها عادي. أو فلان أكله على حال مو مناسب مثلا يأكلها لأنه والدته موجودة ما تقبل، أو والده كذا، أو جقارة، هاي جقارة شايفيها أنتو، سيجارة لا يتعاطاها لوجود مثلا من يتهيبه أو يحترمه أو ما نعم. عالم الشهود عالم غير عالم الغيب. عالم الغيب عالم عدم حضور، ماكو أحد، لا أحد يراك، غيب غيب. رب العالمين
يتكلم عن المؤمنين الذين يخشونه بالغيب. بالغيب يقول اللي يخشوني بالغيب هؤلاء لهم درجة وعظمة اللي يجعلهم في واقع الحال يبتعدون عما حرمت عليهم، يبتعدون عما منعته عنهم، فتراهم أنه يتوقفون ويحذرون ولا يرتكبون. نعم. هؤلاء لهم أجر كبير. لما يتكلم الكبير عن الكبير يعني تعرفون أنه ليس كبير بكبيرنا نحن، أنا أتكلم كبير بحجمي سب العالمين هو الكبير المتعال، لما يتكلم عن أجر كبير يعني شيء غير على حال غير متصور. يخشون ربهم يعني شنو سيدنا؟ يخافون الله. نعم. يخافون الله يعني هم في واقع الحال كما ذكرت في أعتقد حلقة من الحلقات قلت أنه المؤمن من صفات المهمة هي الخشية والخوف، وقلنا أن الخوف يورث الإيمان. نعم. عفوا الأمان. نعم. عند الرواية عن الإمام أنه من خاف أمنه، لأنه الإنسان كلما يخاف هو في مأمن. أنت تخاف من المرض تخاف تتوقع. من المرض تتوقع. نعم. أنت في مأمن. تخاف من العدو لذلك دائما أنت في حذر، شايل سلاحك أو كذا أو قافل البيبان، فالخائف دائما في أمان. نعم. هذا خلوها كقاعدة. فالمؤمن لما يخشى الله ويخاف الله، وخوف الله على قسم، مرة خاف الله مثلا في عالم الشهود، هذا خوف الله في عالم الشهود على حال في خلط ما بين خوف من الله وخوف من الناس، خوف من الآخرين يلومونك يعتبون عليك معيب وكذا ولطيفة ليش شكل سويت أنت ابن فلان ابن عائلة فلان، فأنت تخشى من هذه الملامة، تخشى من هذه العتابات، شو تسوي؟ ما ترتكب، تقول حسب تعبيرنا على شنو أورط نفسي. ولكن في عالم الغيب ماكو أحد تخشاه، من تخشاه؟ نعم. إلا الله، لأنه هو الله سبحانه وتعالى. وهذا متى يحصل الإنسان على هذه الحالة وهي أن يخشى الله في غيبه ويخشى الله في الغيب، هذا كيف؟ نعم. شلون أقدر أحصل على هذه المرتبة، مرتبة مهمة؟ الجواب مجموعة روايات وطبيعة الحال آيات كريمة أيضا تتحدث أنه الإنسان إذا أحس أن الله معه، أن الله ينظر إليه، أن الله بصير بالعباد مشي. نعم. مطلع عليه، هاي آيات، مطلع بصير بالعباد، يعلم السر وأخفى، يحول بين المرء وقلبه. هذه أحسنتم، هذه هذه الصفات التي رب العالمين يقول أيها الناس ترى أنا بهالمستوى من المراقبة والحضور والهيمنة وماكو مهرب. هواي لطيفة كلمة عن الإمام الصادق، أعتقد الإمام الصادق سأل الإمام الصادق أو أحد الأنوار الأخرى المعصومين يقول إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان لا يراك فيه، يلا دور إذا لقيت جيد. إذا أردت أن تعصي يعني الله سبحانه وتعالى لما أنا أراه أنه أعتقد أنه يراني حيثما أكون ويسمعني حيثما كذا، هذا الشعور يجعل الإنسان حسب تعبيرنا منضبط، كنتروله قوي، يعني يحاول أن شنو. وهذا موجود عند الإخوان الآن في الدوائر الحكومية لما وضعوا الكاميرات، كاميرات المراقبة في الدوائر، تشوف إيقاع إيقاع وعمل الموظفين شيئا ما شيئا ما انضبط، مو لأنه هو مؤمن بالانضباط، لا، لأن الكاميرات موجودة. فإحساس وجود الكاميرات هذا إحساس مهم جدا، وقد تكون الكاميرات مطفية ولكن هو في واقع الحال يراقب. أنا شايف بعض الأماكن هو يكتب أنه المكان مراقب بكاميرات احذر، هذا ليش؟ إذا كاميرات خفية خلوها، يقول لا، حتى إذا عنده نية يسوي جريمة وكذا ليسوي، يحسب حساب. نحن لابد أن نفكر هذا النوع من التفكير على أنه الله يراقبنا، الله على حال
جعل علينا رقيبين مهمين يسمون بالكرام الكاتبين. كرام الكاتبين تعرفوهم، نعم، الذي على اليمين وعلى الشمال يكتب الحسنات ويكتب السيئات. هذا الكرام الكاتبين ذول موجودين مع الإنسان، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. زين، إحنا في واقع الحال لما يكون عندنا هذا الشعور لا إشكال ولا ريب سيكون تعاملي في عالم الغيب نفس تعاملي في عالم الشهود، عالم الحضور. هذا النفس رحمة الله عليه مرزا السيد محمد حسن الشيرازي، وهو صاحب الفتوى المعروفة تحريم التمباك، تعرفوه، وهو صاحب فتوى مهمة هزم الإنجليز في على حال في إيران فيما أرادوا أن يهيمنوا على إيران بطريقة على حال تجارة التمباك وكذا، فحرم التمباك. المهم هذا ليسنا في هذا الصدد. كانوا يرونه أنه حتى في غرفته التي هو جالس وحده جالس بأدب، يعني شلون جلسة الصلاة إيديها الشكل وعلى حال ما كم مرة قالوا له سيدنا كذا ماكو أحد كذا، قال على حال ملائكة الله موجودين، ملائكة موجودين، الله هو على حال، فأنا لازم أتأد. يقرأ القرآن بكيفية كذا، يجلس بكيفية ما أدري إيش، وهذه في واقع الحال يعني عايش كأنما هو في محضر رب العالمين. وأنا شبابي لما يجون شباب الله يحفظهم، سيدنا شنو نصيحتك أنه إحنا نقدر نترك الذنب؟ يعني شنو نصيحتك حسب تعبيرنا الأساسية اللي شو تسموها أنتو بكلمة؟ نعم، نصيحة بكلمة. أقول لهم هاي دائما، وين ما تروح اعتبر أمير منين وياك، أمير منين، الناس يحترمون أمير منين ويعتزون بي، اعتبر أمير منين وياك، العباس وياك، وياك يمشي وياك، تحكي هذه الحكاية مع وجود العباس مثلا أمير المؤمنين، فكيف بالله تعالى وهو الشاهد. أحسنتم. فأقول يعني الأشياء اللي هم أكثر حسب تعبيرنا لمسا وقدسية، أقول دائما هالشكل. واحد يشوف أنه هو يعتز بوالده، أقول دائما اعتبر والدك وياك، والدك تسوي هالسالفة؟ قال لا، قلت خلاص طب الحمام خلي والدك على أساس وياك، طب ما أدري وين تريد تنام وحدك والدك وياك مثلا. هذا الإحساس أن الله معنا، أن الله ناظر إلينا، أن هذا في واقع الحال ليس فقط حالة انضباطية كبيرة، الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء أجرا كبيرا باعتبارهم في الواقع ضبطوا أنفسهم، وليس سهلا طبيعة الحال. هاي خليها بين قوسين، هذا مو سهل، مو سهل. الإنسان في الملأ غير الإنسان في الخلأ. لما في الملأ يحسب حساب الملأ، يعني الناس موجودين، في الخلأ خلوات يختلف، فإذا خلوا إلى شياطينه فصعبة، بس مو مستحيلة، أبدا مو مستحيلة، بس يحتاج إلى شنو؟ إلى عناصر يعني يعبرون عنها علماء الأخلاق، إلى مراقبة ومحاسبة. هاي مراقبة ومحاسبة، هاي المراقبة والمحاسبة أنا أعتقد كثير من الأمور تجعلها منضبطة بإيقاعها الخاص. طيب، يخشون ربهم سيدنا، اسمح لنا، الخشية فقط يعني هل تعني الخشية؟ الخشية من عذاب النار، لو مرات الإنسان يخشى من عقاب الدنيا، هل هناك تفصيل عن موضوع الخشية سيد؟ يخشون الله مطلقا، نعم، والناس في واقع الحال يخشون الله من سطوة الله، من غضب الله، سواء في الدنيا أو في الآخرة. اللي يخشى الله له هذه المرتبة، أجر كبير. متى يخشى الله؟ في الغيب، في الغيب، وليس في الحضور على حال طبيعي. أما يخشى الله في الغيب هذا مهم. فمن يخشى الله، يلا راح أقول كلمة هواي مهمة، فمن يخشى الله في الغيب فبالأولى يخشى الله في وين؟ في العلن، في العلن. هذا على حال يعني يوم اللي أنا وحدي ما أسوي الغلط، قطعا مع الملأ العام ما أسوي. سنتم سيدنا على هذا التدبر وعلى هذا التوقف المهم مع هذه الآية المباركة، شكرا جزيلا. وليلة قدر هذه، أي أردت سيدنا العرج، ليلة قدر أنا ردت هذه أربطها يعني صافا ولو بكلمتين. فضل. شوف إخواني، ليلة القدر
نعم ممارسات والطقوس راح نسويها، غسل أول الليل وغسل آخر الليل ورفع المصاحف وقراءة دعاء جوشن وزيارة الحسين وصلاة 100 ركعة وقراءة 3 آي سور من القرآن وإلى آخره. ممتاز ممتاز ممتاز، إن شاء الله توفقون ونوفق. ولكن إذا ما نوجد هذا العنصر، عنصر أحسنتم، عنصر الإيمان بالله بمستوى على أني أخشى الله في غيبي، هذا مهم جدا. يعني لو هسه راح أقول حجاي قد البعض هواي يقول سيد ليش هالشكل، بس أنا متأكد منها. يعني لو لم أحيي ليلة القدر بكل هذه التفاصيل التي وردت في الروايات، ولكن أحصل على هذه الميزة أن أخشى الله في الغيب، هذا أنا أعتقد خير من كل عباداتي وطقوسي اللي أنا أرتكبها أو أوجدها. ليش؟ لأن كل تلك العبادات وتلك الطقوس تريد تؤدي إلى هذه المهمة، الهدف أن تخشى الله، تخشى الله في غيبك، تخشى الله في حضورك. هذه في واقع الحال ليلة القدر تعالوا أطلبوا من الله هذا الأمر، أن يا رب أرزقني إيمانا وقلبا خاشعا خائفا منك بهذا المستوى، أن يا رب حضور الناس وعدم حضورهم عندي سواء، وشهود الناس وعدم شهودهم عندي سواء، أنت يا رب المهيمن. هذا لو نحصله فهو في الفوز العظيم إنصافا. وكلام كثير إن شاء الله تعالى في مناسبة. الله يحفظكم ووفقكم إن شاء الله سيدنا، إشارات مهمة ونصائح مهمة. نسأل الله تعالى مشاهدنا الكريم أن نوفق لأداء هذه الليلة بما يرضي الله تعالى. على بركة الله نبدأ باستقبال المشاركات والمداخلات والملاحظات والأسئلة من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. بإمكانك أن تشترك، بإمكانك أن تطرح سؤالك، وإن شاء الله تستمع إلى الإجابة من سماحة السيد. إذن نبدأ أول المشتركين، من؟ علي لو أم علي؟ أم علي أختي الكريمة تفضلي. ألو، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس عندي سؤال يا للسيد. تفضلي. سيدنا أني ابني يشتغل بشركة أهلية. نعم. ويعني هم يدزونه أنه يشتري لهم غراب، فيطونا مبلغ يروح يشتري الغراب، أبو المحل ينزل له من السعة. نعم. بس بالوصل يكتب يعني بسعر السوق. نعم. مثلا ينزل له 5-10 يقول له هاي إلك، حتى يكسبه هو كزبون. نعم. اي بس بالوصل يكتب سعر السوق فيقول هاي اللي ينزل لي اياها ابو المحل، يعني إلي حلالي لو ارجعها للشركة. سؤال مهم ان شاء الله تعالى، وإجابة ان شاء الله راح ابينها بشكل دقيق. مشكور. والسؤال الثاني بدون زحمة. نعم. هم نفسهم الشركة يعطونا مبلغ، يعني يقولوا له من تروح تشتري غراب هاي يعني فلوس التاكسي. نعم. هو ما يروح تاكسي، يروح نفرات، يعني يقول هاي الفرق يعني إيه هي لو شنو. إن شاء الله تسمعي الجواب أختي الكريمة. هو من يرجع ما يقول لهم أنا رحت نفرات صح؟ لا ما يقول لهم، يعني ياخذ الفلوس يقول أنا روح نفرات والباقي لي. تمام. إن شاء الله تسمعين الجواب أختي الكريمة، تحياتنا لحضرتك. فعلا هذا السؤال سيدنا، العديد من الموظفين يعانون او مبتلين بهذا الموضوع. هو اللي جاني المشتريات وجاني كذا هوايه اكو هالشكل. ان شاء الله تسمعون الاجابه اخوتي الكرام. والانسان يريد يخلص رقبته من النار، وهذا فتشي يعني هو غايه الغايات بصراحه يعني. شكرا للاختي الكريمه ام علي على هذه الاثاره المهمه. على بركه الله ناخذ اتصال او رساله صوتيه نسمعها. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بحاجة لمرشد، أنا الحين مسوية ذنوب كبيرة وتوني صاحية وواعية على نفسي، مضيتها بسنين، فكيف أطلبها؟ كيف أطلب التوبة من الله؟ كيف أعرف إن توبتي انقبلت؟ كيف أستنجد وأتوسل بآل البيت وفي نفس الوقت أنا عندي حوائج؟ كيف أطلبها؟ كيف أتوسل بأهل البيت؟ كيف تنقضي حاجتي أو حوائجي؟ وهل أصحاب الذنوب الكبيرة يجي لهم يوم يرتبون بصاحب الزمان ولا لا؟ يجي لنا يعني يوم
وحشني نلتقي بأحد المعصومين. إحنا زيارة مقبولة إذا إحنا زرنا. وشكرا. حياتنا الأخت الكريمة، وشكرا جزيلا. بصراحة اتصالها ورسالتها مؤثرة جدا سيدنا، وهي لسان حال العديد من الناس اللي يعيشون. وهي في الواقع رسالة برنامجنا هذا، أنه الشباب العاصي، شباب على حال اللي أغراه الشيطان أن يرجع إلى الله. هذا أنا أعتقد هو فتح الفتوح بالنسبة لنا، يعني أنه الحمد لله فتشاب يجي يقول يا جماعة أرجع، شون أرجع؟ باب رب العالمين ما ينغلق بساعة معينة لما ينتهي الدوام. أبدا أبدا أبدا. شكرا سيدنا، وإن شاء الله تسمع الأخت الكريمة تعليق سماحة السيد وإجابته على الأسئلة اللي ذكرتها. نأخذ اتصال من الأخت الكريمة أم جنات، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حبيت أشكر السيد البارحة نصحني أرجع لزوجي. ترجعين لزوجي؟ عافية 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 سيد، رحمة الله والديك، مشكور كلامك على عيني وعلى رأسي. عفية. أنا حبيت كلامك. الله يحفظكم إن شاء الله. سلمين على زوجك، سلمين على زوجك. ربي يحفظك طول عمرك. بس عندي سؤال. تفضل. يصير سيد، يصير مثلا ألبس ملابس مثلا ما بيها أردان جوا الشادر مال الصلاة من أرجع أصليه؟ تمام، إن شاء الله تسمعين الجواب. سؤال آخر؟ لا لا مشكور. تحياتنا، شكرا جزيلا. يعني سيدنا لك من الفضل عند الله الكثير، إن شاء الله بإصلاح هذه الأسرة. أقول أكو قلوب تعي وأرض قابل للزراعة، ليش واحد ما يزرع؟ الله يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله. حجي عبد ويانا، تفضلوا. هاي، السلام عليكم. عليكم السلام حجي، حياك الله. سيدنا أنا من أجل الصلاة. نعم. يعني أنسى الصلاة، يعني في شكو شغلات يعني بهذا العمل هذي على والي وأنسى الصلاة. نعم. أيوة رحمة الله. تريد تتخلص من هذه الحالة شلون؟ تمام. شكرا جزيلا أخي الكريم، وإن شاء الله الحجي عبد إن شاء الله تسمع الجواب. تحياتنا لك. أكو مشاكل تنحل واحد وهو يفكر أثناء الصلاة، واي ناس يسولفون بهذا الموضوع سيدنا، هم يا ريت إن شاء الله نفصل القول فيه بإذن الله. نعم، أشخاص أنه من باب اللطيفة وإذا ضيعت شيء أوقف أصلي حتى أعثر عليه. لا إله إلا الله. أم علي أختي الكريمة تفضلي. ألو. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. أنا سؤالي مع على أختي، ضعت اليوم سألت قبل كم يوم. نعم. وهي كانت الصوم، بس من كسر صار لها 6 سنين 7 ما قعدت الصوم، قعدت تطحين وبكان الصوم. الآن صامت وتمرضت، طاحت بقلبها. نعم. السنة ما صامت، تقول إيش قد أطي أنا، تقول كنت أطي كل بيت واحد أطي شي سطحين من انكسرت. 7 سنين صار لها قاعدة جلوس جالسة، لا هاي كلها جواء. واضح. يكرم السامع. اي بس تقول ايش قاعد، شنو حكمي، شنو هاي، شنو شلون صلاتي، شنو؟ ان شاء الله تسمعين الجواب اختي. وقلت ابني. نعم. قبل عمرها 13 جاي من المدرسه، انا تعبانه، قبل لا ياذن دقائق اجت خطيه للمطبخ كلت شويه زلابيه، روز تبكي تقول حرام علي انا، شلون تبكي ما قلتوا لي. ناسيه. وظلت تبكي. ناسيه هي الطفله، ناسيه صح؟ ناسيه ما تدري، حتى انا اجت راسها نزلت من فوق وقالت انا شو اسمي، قالت انا اذن مؤذن رسمي شو اسمي ما تدري. ملتفته انه يعني صايمة. هي ما تدري اذن لو ما اذن، لو نسيت انه هي صايمه. اي لا لا اي صايمه، هي صايمه خطيش قصال. هي نسيت هي صايمه، هي نسيت هي صايمه، لو هي ما تدري اذن لو ما اذن. لا لا ما تدري انه ظلت تبكي تقول غير قلوا لي عدالي اذن انا واي وانا نايمه فوق. واضح. يا فوق القاطر فوق الثاني وما تدري ونزلت. الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك، شكرا جزيلا. والله هي صايمه خطيه من زمان. ايش قد عمرها؟ 13 سنه. عمرها 13 بس صغيره ضعيفه كلش. الله يحفظها ان شاء الله. تحياتنا إلها ولحضرتك ولأختك أيضا المريضة، الله يمن عليها بالصحة والسلامة والعافية الأخت أم علي، شكرا جزيلا على اتصالها. هي سبق وأن اتصلت في الحلقات السابقة، حسب الظاهر أكو بعض التفاصيل ما كانت واضحة بالإجابات السابقة أو هي باتصالها يعني. نكمل وياك مشاهدنا الكريم باستقبال المشاركات والاتصالات من خلال أرقام الظاهرة أسفل الشاشة،
وأيضا تطبيق المجيب الموجود أمامك الكود الخاص به. عندنا اتصال من الأخ أبو حيدر، تفضل يا أبو حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا عبد والدتي من شهر العاشر لحد الآن مريضة، لا تقدر لا شيء لا يد ولا رجل، لا صوم ولا صلاة ومولة تعبانة. نعم. اي والله شيخنا، يعني خطيئة سماها بشهر عشر فتاة. سؤال أبو حيدر، هي بوعيها لو فاقد الوعي؟ لا بوعي، بس ما تقدر لا يديها لا رجليها، يعني حتى كلامها بعد حتى صلاة ما تصليها السحالية؟ اي لا ما تصلي. ان شاء الله تسمع الجواب. بس لحظة بحاجة. هي بمشاعرها يعني تفتهم صار وقت الصلاة، تدري انه اي تفتهم، بس حركة ما عاد حركة، على سريرها موجودة، على سريرها قاعدة، تقدر مثلا هي وعلى السرير تصلي تقدر؟ يعني حتى بلسانها. بلي هسه ان شاء الله هسه تسمع الجواب كامل، فد شوي راح يفصل لك الجواب سماحة السيد. عندك سؤال ثاني ابو حيدر؟ لا والله رحم الله والديك، رحم الله الله يمن عليها بالصحة والسلامة والعافية. شكرا لك على اتصالك اخي الكريم، تحياتنا للاخ ابو حيدر. عندنا اتصال من ابو مشتبة، تفضل يا ابو مشتبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الجليل شلونك؟ شلون صحتك؟ سلمكم الله، بارك الله بكم. سيدنا أنا شرفنا بزيارة النجف في ليلة شهادة أمير المؤمنين. نعم الله يتقبل. تقبلنا بأمانة وأمانك. بالعودة سألت أحد الأخوة المشايخ على موضوع صومنا، أنا بعدني بالطريق لكن وقت الأذان حل علي وأنا بعدني ما واصل للبصرة، أنا من أهالي البصرة. بني يا يعني أذان الوقت، يا أذان أذان الصبح. الآن الصبح نعم. سيدنا صلاة الفجر نعم. أحد المشايخ من سألته قال لي يكون تمسك وتجدد الصيام مالك بعد دخول يعني حدود البصرة اللي مشمولة بعد الحدود المرخصة اللي مالك صحيح نعم. لكن عندما أمسكت فعلا وقبل يعني بوقت الأذان اللي بالمنطقة كنت فيها، لكن عند وصول إلى البصرة نسيت ما جددت الصوم، لكن في نية الداخل انه بقيت صايم يعني نية اصوم، فما حكم مالي لهذا اليوم اللي امس او لمس كان؟ بلا زحمة عليكم. نسي التلفظ بالنية. واضح. انت ظليت يعني ممسك عن الطعام الى اخر؟ لا 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 للاخر، لكن ما جددت الصوم مالي حسب ما كان. واضح. ان شاء الله تسمع الجواب اخي ابو مشتبه. شكرا شكرا جدا، تحياتنا لك وشكرا جزيلا لحضرتك على اتصالك. بعدنا نستقبل المشاركات إخواني الكرام، تطبيق المجيب أمامكم، أيضا بإمكانكم أن تدخلون عليه وتشتركون بالتطبيق وراح تجدون الكثير من الأشياء اللي راح تنفعكم بإذن الله تعالى. عندنا رسالة صوتية نسمعها. السلام عليكم مولاي. أخوي عسكري بكركوك وما يقدر يراعي ظروف أنه شو اسمه أنه لازم وراء الأذان يلا يطلع ينزل من الدوام يجي للبيت، فهو ينزل الساعة بالعشرة الصبح يا دوب يوصل لنا تقريبا يعني وقت متأخر من الليل، فيقول إذا أتأخر وارف معي دور يعني أتأخر الليل كله الله وصل. شنو بالنسبة لهذا الصيام مالته؟ شكرا مولانا. تحياتنا لك أخي الكريم وشكرا جزيلا. لما يرجع البيت احنا كتبنا التفاصيل، إن شاء الله تسمع إجابة سماحة السيد بعد قليل بإذن الله تعالى. نأخذ رسالة صوتية. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. سيدنا أني عمر 17 سنة ومريضة، عندي التهاب مزمن بالمعدة داخل المعدة، فمن أصوم أتأذي. والسنة يعني جربت برجب، صمت اليوم يعني من أفطر سيدنا أتقيه أقوم أتقيه، وأنا الصايمة يصير عندي هبوط بالضغط، ومن أفطر يصير عندي تقيه وألم كلش قوي معدتي. فشنو مثل رمضان أصومه لو مثل أدفع علي دفع الكفارة؟ هاي البصمة قبل رمضان. بلي هاي بصمة قبل رمضان حسب الظاهر، أو هي سأرسلته الموضوع مرتبط بأشياء قديمة. نأخذ حسين، تفضل يا حسين. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم. الله يحفظكم. الله عزيزي. تحياتي للسيد. الله يحفظكم. حياكم الله. أنا عندي فد سؤال إذا ممكن. تفضل. أنا دوامي محافظة
وسكني في محافظة ثانية. نعم. أداوم كسر أداوم يومين. نعم. ورجوع للبيت 6 أيام. ستة أيام. نعم. زين حكم الصلاة والصوم. وسؤال ثاني إذا ممكن. كم سنة شيء؟ صار لك إشقد على هذا الوضع أخي الكريم؟ والله صار لي 12 سنة تقريبا. 12 سنة. تمام. زين أنت بهاي 12 سنة شنو تسوي؟ شلون تصلي وتصوم؟ نعم. بهاي 12 سنة شلون كنت تصلي وتصوم؟ يعني بصلاة كاملة وصوم كامل. تمام. تمام. سؤالك الثاني أخي حسين. عندي زوجتي محاضرة. نعم. الدوام بإعدادية. نعم. فتكمل محاضراتها وتجي يعلمونا هاي الدوام، يعني تكمل عليها بعلم المديرة طبعا. نعم. فتكمل محاضرات يعني محاضرات المخصصة لها وترجع للبيت. نعم. فإذا ممكن حكمها إن شاء الله. بس سؤال للمحاضرين المجانيين، يعني ملزمين بوقت الدوام لو لا؟ فقط بوقت المحاضرة. والله ما أعرف سيدنا، بس يعني بعلم المديرة تتم المحاضرات وترجع. مو مشكلة العلم المديرة بقدر ما هو شنو القانون اللي عندهم. إن شاء الله تسمع الجواب أخي حسين. راح أجاوب على كلا التقريرين إن شاء الله تعالى. تحياتي لحضرتك وشكرا جزيلا سيدنا المسؤول المباشر، مو بس بهاي القضية بشكل عام، ليست هو له المتولي الشرعي، ليست له صلاحية المسؤول المباشر. يعني سمحت السيد بشكل واضح في اليوم ذكر لي، قال المسؤولون المباشرون في واقع الحال في بلدنا صاير على أنه العلاقات البينية هي التي تحكم العمل، وهذا في بحد ذاته هو فساد. هو فساد أن تتدخل العلاقات البينية. نعم إذا كان المسؤول المباشر ضمن صلاحياته القانونية، نعم نحن لا نقول أكثر من ذلك. أما أنه هو والله هذا لأن صديقه وهذا مدري كذا وجايب له هدية وهذا بيت ابنه مدري إيش، هذا شوية حسب تعبيرنا فيها تدخلات شخصية. أحسنتم سيدنا. نأخذ سعيد كآخر اتصال. سعيد تفضل. ألو. تفضل عزيزي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بس نصينا صوت التلفزيون سعيد، اسمعنا بس بالتلفون. كتب صوت سيد بلالة. أو ابتعد عن المكان اللي يبيه التلفزيون. سيدنا. فضل. سيدنا. سيدنا. تحياتنا الأخ سعيد، نعتذر عن استقبال اتصاله بسبب صوت التلفزيون العالي، شكرا جزيلا إله. إذا نأخذ مشاركة غير الأخ سعيد، ونطلب من الأخوة الكرام لما يتصلون يبتعدون عن التلفزيون نهائيا أو يكتمون صوت التلفزيون. تفضل يا أم حيدر. أبو حيدر. تفضل يا أبو حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم إن شاء الله، صيام مقبول منا ومنكم إن شاء الله، الله يحفظك. بدون زحمة، عندي محل اتصل من عندنا قرعة خمسية جاي أحسب يعني ال خمسة، يعني هو الزايد مثل الفائض لو شنو الطريقة اللي، وأكو حاجات مثل صعبة أقدر يعني أقدر أقدرها تقدير بدون زحمة. بس على كيفك وضح لنا شوي. محلك يعني الأجناس في المحل وبضاعة كلها الموجودة بالمحل يعني قصدك؟ إيه نعم، البضاعة الموجودة بالمحل. مشكور يا أخي، أنا إن شاء الله إن شاء الله تسمع. السؤال الثاني إذا ممكن. تفضل يا عزيزي. طلعت من بغداد من منطقتي لابس ماية، فأنا شكيت بالمسافة الشرعية، بس أنا قريتها في قطعة يعني تبعد 25 كيلو عن المنطقة عن اللي أنا بيها. نعم. فأنا يعني هو قطرت أخذ ذيك اللحظة يعني هذا. يعني انت 25 كيلو من بيتك البس ماية، لو من اخر بيت من المنطقة مدينتك الى بس ماية. اي نعم، من منطقتي. من منطقتك الى بس ماية. تسمع الجواب ان شاء الله اخي الكريم. تحياتي لك شكرا جزيلا. ها يلا عاود الاتصال اخ سعيد، بس خيكون اخر اتصال ان شاء الله الصوت واضح. تفضل يا سعيد. الو عليكم سيدنا. عليكم السلام. حياكم الله. عليكم السلام. شلونك سيدنا؟ سيدنا أني عندي سيارة أشتغل مع الديوانية أسج. نعم. خط مخضر يعني. نعم. سيدنا يعني مرات أروح للزيارة، مرات بهذا خطي ثابت هنا أشتغل. مرات أروح للزيارة مثلا، أروح لغير مكان، شنو صفاتي شنو حكومة؟ أنت بالشهر كم مرة تروح بهذا الطريق؟
أنا يومي أشتغل. يومي. يعني أشهر صار هنا أشتغل وهذا الشغل. كم كيلو؟ من كم كيلو من الديوانية العفج؟ 30 كيلو سيدنا. 30 كيلو. زين صار لك إيش قال على هذا العمل؟ هاي صار لي 3 سنوات أشتغل بهذا المكان. واضح. عندكم سيدنا. رحم الله والديك سيدنا جزاكم الله خير. تحياتي لك تسمع الجواب أخي سعيد، شكرا جزيلا لحضرتك. إذن على بركة الله نبدأ بالإجابة على الأسئلة. سيدنا الكريم، نبدأ من الأخت أم علي اللي ابنها يشتغل بشركة أهلية، فينطوه مبلغ يشتري غراض أبو المحلي، ينزل له إلى قل لي أنه أنت جيت حتى يكسبه ويكتب بالوصل السعر الأعلى. في الواقع أختي الكريمة، ابنك العزيز الله يحفظه ويعني ويحسن عاقبته، أسأله بابا أنت أو المحل مو أنه عاجبة شخصيتك، يعني مو أنه مراعاة لنفسك أنت، لأنك أنت مندوب، يعني أنت وراك شركة وراك دائرة، لذلك هو يريد كسبك لمقامك هذا، يعني لوظيفتك هذه، فصارت المراعاة المن مراعاة، لأن أنت صاحب حسب تعبيرنا صاحب مسؤولية كل يوم تجي، فصارت التخفيضات مو إلك كشخص بل لوضعك الوظيفي، مو تشيله لا. نعم. فهنا راح يصير المراعاة مو إلك كشخص، مراعاة إلك كمنصب. واضح شيء اللي أقول؟ قلت هذا ضروري الحكي وضروري السؤال شوي انتبهوا إليه. أنا مو مهم عنده، أنا على حال إذا أجي بعنوان غير مندوب يبيع لي مثل ما يبيع للناس، بس لأني أنا مندوب هو يقلل، مو هالشكل؟ نعم. فصارت الوظيفة هي الداعية للتخفيض، هذا ما يدخل بجيبي، يرجع للمؤسسة. خب زين سيدنا، إذا دخل بجيبي شلون؟ أريد أدخل بجيبي شلون؟ أكو طريقة أدخل بجيبي؟ أكو طريقة، وهي أنه تقول له يا أبو فلان هاي السلعة بيش؟ قال لك هذه أبيعها ب100,000 بس إلك 95، إلك 95، وزين أنا أشتري من عندك، أنا أشتري من عندك وأبيعها بسعر السوق إلمن للجهة اللي أنا، يعني أنا أشتريها من عندك وأبيعها. سيدنا بس بالوصل الجهة المستفيدة هي الشركة اللي دازتها مو هو. أحسنتم، ولكن أنا في واقع الحال هو كأنما هو الرجل يبيع لياها بسعر مخفض، وفي واقع الحال أبيعها أنا، أو حسب تعبيرنا أجري عقد آخر أو معاملة أخرى أجعلها بالسعر السوق. زين هذا سيدنا المفروض ويا الشركة يقول لهم أنا اشتريتها وأبيع لكم إياها ولا لا؟ نعم. ويا الشركة من يرجع المفروض يقول لهم أنا أبيع لكم هذا؟ هذا أحسنت، هذا يحتاج إلى أنه الشركة تقول له عندك حق الشنو؟ عندك حق الـ يعني حق البيع إنا. نعم. بس الشركة تقول توكيلي، فرح أبين طريقة أسلم. نعم. الآن طريقة أسلم، شنو طريقة أسلم؟ قل له لأبو المحل عمي حبيبي أنت أخذ السعر، أخذ السعر كله المكتوب الوصل أخذه، بعدين قل لي يا بهاي إلك، ما في مشكلة، يعني بيع وشراء، وبعد ذلك هبة منه، هبة تشجيعية من عنده إلي، ما في مشكلة، حتى لو كان لأنه هو في هذا العنوان الوظيفي. أي هو جاي يقول أنا أنت أريد أجيبك، أنت أريد أجيبك. نعم. فالمعاملة تصير على يعني أنا أدفع 100,000 دينار كامل والوصل 100,000 دينار، بس يقول لي هاي 5 إلك. واضح سيد. طيب بالنسبة تقول مثلا مرات ينطوهم أجور تاكسي، بس هو يخلي يعني يروح نفرات ويخلي الزايد بجيبه. إيه هذه تصير في عموم الإفادات، ما إفادات تصير هالحالة هذه. شوفي أختي الكريمة، إذا كان ينطوه فلوس التاكسي على أساس تمليك، يا بهاي إلك، روح لتك بالتاكسي، هاي إلك، إلك يعني مالتك. مرة لا، إحنا نعطيك هاي الفلوس مباحة للوصول والعودة. نعم. إباحة إباحة، يعني نبيح لك التصرف. إذا يبيحوا لي التصرف يعني هذا مو مالاتي، إش قيد ما أتصرف، إش قيد ما أصرف لازم أرجع البقية. أما إذا قالوا بابا هاي إلك، ما روحتك وجيتك إلك، هاي إذ إلي خليه بجيبي، أروح عن مشي، أروح عن بدراجة، أروح ما أدري كذا بأرخص الوسائل. مرات فلوس يقولوا له هاي فلوس أكلكم، فهو يأكل بأقل من عدها يعني. مثلا. أحسنت. طيب رسالة صوتية كانت الأخت الكريمة
اللي تعتقد أو تتساءل هل باب التوبة مفتوح بعد كل الذنوب اللي يرتكبها الإنسان؟ كيف تطلب حوائجها؟ الظاهر يعني أكو حياء من الله تعالى، حياء من أهل البيت، تقول كيف أتوسل بآل البيت؟ أصحاب الذنوب الكبيرة هل يقدر لهم أن يلتقوا بالإمام المهدي في يوم من الأيام؟ شوفي بابا، أولا أنا أهنيك يعني وتهنئة خاصة مني إليك في هذا الشعور. هذا الشعور شعور مهم، الإنسان يشعر أنه هو مذنب، يشعر أنه خطأان، يشعر أنه يحتاج أن يرجع إلى الله، يشعر بأنه هو وجهه أسود أمام الله، شلون أنا أبيض وجهي وأقدر شنو أحسن علاقتي بالله. هذا شعور جدا مهم، أن يشعر الإنسان بأنه مذنب، بأنه مقصر. وشوفوا الآن مناجات أبو حمزة الثماني والأدعية ودعاء كوميل كله أنه أنا يا رب الكذا، أنا الكذا، شلون كذا، وشلون أجيك، وشلون تقبلني. هذا المشاعر مهمة جدا، ولأما يزرعوا فينا حتى علاقتنا تصير مع الله علاقة المقصر مع مولاه. فأولا أنا أهنيها. ثانيا شوفي بابا، رب العالمين غير الناس، يعني إحنا من نزعل واحد نحتاج فترة طويلة إلى أن يرضى، إلى أنه قلبه حسب تعبيرنا ينصلح أو يطلعها من قلبه. بشر هالشكل، يعني إذا واحد أخطأ وياي يمكن فترة إلى أنه أنا أنساها. رب العالمين مو هالشكل، رب العالمين كريم وعطوف ورؤوف وغافر ويقبل التوبة عن عباده، لا يجعل في قلبه شيء على عبده. رب العالمين مو مثلنا حتى نقول ها انت حرجتني فانا زعلان عليك الى كذا، لا، رب العالمين مو شيء. سريع الرضا. فاعلمي انك مع رب كريم، وهذا حسن حظك، مو مع عبد لئيم. عبد اللئيم زحمته ونقعد شلون نرضيه وشلون نطلع من عنده. أما رب العالمين مو هالشكل، فأنت حسن حظك وحسن حظنا أنه نحن مع رب بهذا النوع، يقبل التوبة، ما مسوية ما في مشكلة، ما دام أنت نادمة، ما دام أنت تبدين تصلحين صلاتك تصليها، ما أدري قضائك أمورك كذا، رممي العلاقة بشكل صحيح. أكو رواية عجيبة، رواية آيات طبعا واضحة وصريحة وقرينا بعضها في حلقات سابقة. رواية تقول لو كان الذنوب الإنسان، اسمعوا جيدا، لو كان الذنوب الإنسان بقدر الرمال عالج عن صحراء شايفية الصحراء الربع الخالي، زين، لو كان بقد حبات الرمال ذنوبه، ولكن إنسان يتوب إلى الله توبة نصوحة، رب العالمين يجعله كأنما لم تكن. هاي طريقة الله، ولكن بإرادة وإصرار واستقامة إن شاء الله تعالى. وستلقين أئمة الهدى بوجه أبيض لو استمريت على الندم والالتزام إن شاء الله تعالى. أحسنتم سيدنا، ولها في الكثير من الأمثلة بشر الحافي بلا إشكال. بلي. تحياتنا الأخت الكريمة. والأخت أم جنات كانت تشكر حضرتك بعد ما رجعت إلى بيت زوجها بنصيحتك وتوجيهك. وعدها سؤال، يصير المرأة تلبس أي ملابس تحت الشادر أثناء الصلاة؟ تحت الشادر ما في إشكال، حتى لو عارية، المهم أنه شادر لابسة، يعني مو ساتر بدنها بشكل، مو أنه أنا سيدنا بالغرفة وماكو أحد فإذا صلي بنصكم، ما يصير. حتى لو ماكو أحد لازم تلبسون حجاب كامل، فقط شنو، فقط قرص الوجه واليدان علي حال، والقدمان إذا ماكو أحد يشوف، فلابد أن تستري البدن حتى لو ماكو أحد. حج عبد عنده مشكلة موجودة عند معظم الناس سيدنا، وياريت فالتوجيه للجميع استفادوا من عندها، اللي هو لما يجي يصلي شكو شغلة خارج الصلاة يجي على باله أثناء الصلاة. في واقع الحال يعني هذه حالة ناتجة من عدم الاهتمام بأصل الصلاة، يعني هاي الصلاة شنو، مو مهمة، فد قضية الله قال نخلي نمشيها ونقضيها وتروح. هذا الشعور بأن نقضيها وتروح هي هذه، أنه فد قضية تعودنا عليها. أما لو أنت تفكر أن هذا لقاء مع الله، هذا وقوف أمام الله، هذا على حال شو تسميها، فرد مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، وأنت لابد بآداب معينة تتوجه إليه سبحانه وتعالى، هذا الشعور يغير طريقة تفكيرك ونفس الوقت تعاملك مع الصلاة.
شو بعض الناس لما كان يصير وقت الأذان كما ورد في بعض الروايات أنه وجهه يصفر شكو، يقول لقاء مع الله، لقاء مع الله عندي، شلون أنت عندك لقاء مع رئيس وشلون تدخل ترجف وكذا وتعدل الرباط كذا، شكو الرئيس جاء أدخل لقاء مع الله. هذا الشعور أنه لقاء مع الله هواي غير، هواي غير. بعد ما تقرأ كلمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك بعد موتشي فشلة، الله أمامك، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن، حتى قراءتك تتعدل، حتى ويتدبر في القراءة واقع، يعني تبدأ تتغير إذا أحسست بأنك أمام الله ورب العالمين، يتشي واقف يشوفك إيش جد تقول إيش تسوي، سبحان ربي الأعلى إليه، وهو هم جاي يخلي لك درجات. هذا الشعور هواي مهم، احنا ما عدنا هذا الشعور للأسف، وإنما شنو مولانا، وإنما حسب تعبيرنا إسقاط فرض، إسقاط واجب حسن. أم علي تقول سألت قبل أيام عن أختي اللي كانت تصوم بس صار عندها ظرف صحي منعها من الصوم، تقول حاليا إيش قد تنطي ويصير تنطي البيت واحد حسب ظهر عندها ظرف صحي منعها من الصوم سي. إذا كانت عاجزة عن الصوم بالمرة يعني بشكل كامل فهي في واقع الحال عن الشهر تدفع النص يستحين، نعم نص يستحين تنطي إلى عائلة أو إلى واحد ما في مشكلة. أما صلاتي لابد أن تصلي، نعم صلاتي لابد أن تصلي حتى لو كانت تحتها وصاخة كذا، لازم تتيمم تتوضأ، المهم أن تصلي، بدون صلاة ما يصير، لا تترك الصلاة بحال من الأحوال. بنت ابنها سيدنا قبل الأذان أكلت شيء من الحلوى عبالها أذن، عمرها 13 سنة. إيه كان مفروض أنه تسأل قبل ما تأكل، ولكن هي استعجلت أكلت وما شاف يعني ما تأكدت بدخول الوقت. تقول بابا إن شاء الله ما عليك كفارة ولا عليك ذن، بس هذا اليوم أقضينا، هذا اليوم أقضي قضاء إن شاء الله تعالى في وقت آخر. ليش؟ لأن أنت أكلتي قبل ما يصير المغرب. هل مو مثل الساهي نسى أنه صائم؟ لا، ذاك اللي ناسي أصلا هو صائم، هي كانت تدري صائمة، تقول ليش ما قلتوا لي ما مأذن، نعم يعني تدري هي صائمة. فأما اللي ما يدري يفتح باب الثلاجة يأكل ويشبع وبعدين يتذكر، هذا رزق. أما هذه لا، هذه كانت تدري بس هي تتصور أنه مأذن. طيب أبو حيدر سيدنا والدته مريضة ويقول لا صوم ولا صلاة، فهو يسأل عن الصوم وعن الصلاة، وحضرتك قلت راح أوضح للصلاة. أما مسألة الصوم على حال إذا كانت مريضة وعاجزة عن الصوم، تدفعون كما قلت للجناب الأخت السابقة أنه تدفعون عن كل شهر نص كيس طحين 22 كيلو ونص. أما الصلاة لابد أن تصلي، لابد أن تصلي، السرير مالتها بشكل تسوي لي وين اتجاه القبلة، القبلة خلوا السرير هالشكل حتى هي من قاعدة يعني من تقعد وراها الكوشات أمامها القبلة راح تصير هي وقاعدة، ولو بلسانها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، لسان يشتغل واضح وبراسك. تعطل اللسان سيد إذا تعطل اللسان بالإشارات صحيح. فأقول أنت يعني براسك سبحان ربي الأعلى وبحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمد الله المقدر خو تقدرين، فعينوها على صلاتها. أبو مشتبة سيدنا زار أمير المؤمنين عليه السلام في ذكرى شهادته، يقول وقت الأذان الصبح حل علينا، أذان الصبح حل علينا قبل الوصول لمدينتي، أمسكت وما جددت النية باللفظ بس أنا بداخلي نويت أصوم. شوف حجي، يعني يقولون أنه جدد النية عند وصولك إلى بلدك إلى وطنك، تجديد النية بمعنى أنه أنت في داخلك عندك عزم على الصوم، وهذا العزم موجود، ما يحتاج بسم الله تعالى نويت أن أصوم لله، ما يحتاج. هذا التلفظ بالنية ليس واجبا، إنما الخطور، يعني لو واحد سألك ها أبو محمد شو ما تأكل شو ما تأكل ويا صايمين إحنا رمضان، هذا هذا الخطور وهذا هذا النية موجودة في قلبك وإن لم تصرح بها. طيب أخو عسكري بكركوك ينزل بالعشرة الصبح لما هو يريد يرجع للبيت، شنو دوامة طريقة الدوامة؟ هو ما ذكر، هي رسالة صوتية سيدنا، بس أخوي داوم يعني عسكري في محافظة كركوك، لما يريد يرجع إلى مدينته فيطلع منك بالعشرة الصبح، يقول ما يقدر يخلص ال 12 الظهر. يا الله ما أدري، أنا راح أجاوب على إذا كان هو كثير سفر، كثير سفر يعني شنو بعد لازم تسألون، كثير سفر يعني كان مثلا 7 بـ7 دوامة، 7 بـ7 وعشرة بـ10، هذا لازم يبقى صايم حتى بالطريق.
يبقى صائم حتى بالطريق ويصلي تمام بالطريق. أما إذا كان لا مو كثير سفر، مو كثير سفر، يعني إذا كان مثلا محل الوظيفة مالته صار مثلا 5 سنوات و14 يوم و14 يوم، هذا لا، هذا بالطريق يفطر إذا طلع قبل الظهر. رسالة صوتية من إحدى الأخوات، سيدنا عندها التهاب مزمن بالمعدة وجربت عند الإفطار تتقية وألم شديد حسب ما تذكر، تقولوا أثناء الصوم، أثناء فترة الصوم يعني ضغط يعني مو منضبط. إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. إذا كنت أنت في الواقع الأعذار اللي بينتيها لو كانت واقع الحال تامة وصحيحة فأنت معذورة، وهذا الأمر يرجع لك أنت، وأنت مجربة وأنت شايفة وأنت تعانين، فإذا كنت كما تقولين فأنت مرخصة من الصوم وإلا فلا. الأخ حسين سيدنا قال محافظتي دوامي بمحافظة وسكني بمحافظة ثانية، يومين بستة أيام، يسأل عن الصلاة والصوم ويقول صار 12 سنة على هذا الحال. يومين بستة أيام، ستة أيام يقعد، نعم، يعني بالشهر راح يصير عنده 8 أيام دوام تقريبا، نعم 8، نعم 8 أو 24 ساعة وشكل، نعم، يعني هذا لازم نشوف الجدول مال المقر، إذا ما في زحمة شوفوا الجدول مال مقر السيد، أنه إذا كان الإنسان عنده 8 أيام في مكان، يعني حسب تعبيرنا 4 سفرات بالشهر، 4 سفرات بالشهر أبو يومين ولمدة 12 سنة، إذا مقار فهذا ذو وطنين، إذا لا فيه إشكال حسب تعبير السيد أنه على إشكال مقريته، هذا خلوا أراجع أشوفه، لكن عموما أكو احتمالية المقرية بس احتمال ضعيف، خلي أشوف إن شاء الله نرجع عليه يوم غد بإذن الله إن شاء الله تعالى. بس سيدنا 2 بـ6 هي مو بالضرورة 8 أيام بالشهر. ليش؟ لأنه 2 و6 8، يعني 8 أقل من مو أسبوع سيد، لا ما يخالف، ما يوصل 8، نعم 8 إيه شهر 8 شهر 6، صح أحسنتم. أبو هو نفس الأخ حسين عنده سؤال ثاني، كان زوجته محاضرة بإعدادية تكمل محاضراتها وترجع البيت قبل انتهاء الدوام. إذا كان في واقع الحال برنامجها، إذا كان برنامجها على أساس أنه دوام يعني بـ 12 طلعون، فهنا خروجها بعد المحاضرة في إشكال. يقول المديرة تعطيها إذن، قلنا أن المديرة هل لها صلاحية؟ سيد هو المحاضر المفروض ينطوه أجر على المحاضرات مو على عدد ساعات دوام، يعني أحسنت علي أقول هالشكل. إذا قال لا سيد المحاضرين مجانين مو موظفين دولة يجون يساعدون ويعطون فتشي على كل محاضرة على المحاضرة، إذا نعم. كان هالشكل ما في مشكلة. عندنا دقيقة ونص سيد أبو حيدر يقول كيف يحتسب الخمس بضاعته اللي بالمحل عليها خمس لا كل الأدوات التجارة، يعني المحال والديكور والمواد هذه لازم تخمس وتخلي لك رأس سنة، يعني يقول هذا كل المحال بالديكورات هذه مثلا 10 ملايين، نعم. فمليونين خمسها 8 ملايين مخمسات، هاي 8 ملايين دوار يبقى كل سنة 8 ملايين نشيلها والبقية تخمسها وهكذا. يقول طلعت من بغداد من منطقتي اللي أنا بيها إلى بسماية وقريت 25 كيلومتر صباحا، فهل يعني يقول انا افطرت بيومها شنو اللي علي؟ يعني كان ناوي يروح الى منطقه 25 كيلومتر ويرجع، هو سيدنا في منطقه معينه فراح الى منطقه ثانيه، يقول قريت المسافه بين هاي المنطقه وهاي 25 كيلو ماني. يقول انا افطرت. احسنتم. اذا كانت في الواقع المسافه ما اخر بيت من منطقتي، اخر بيت مثلا من بغداد او محموديه ما اعرف، نعم. اخر بيت الى بسماي اذا كان 25 ف يجوزك أن تفطر، يجوزك أن تفطر. أما إذا كان لا أنت من بيتك حاسب، من بيتك حاسب راح يصير أقل من 25، نعم. واضح. على أي حال إذا كان روحتك وجيتك كاملة، خليك نقول روحتك وجيتك كاملة 44 كيلومتر ما بين المنطقتين، فأنت يجوزك أن تفطر. سعيد السؤال الأخير بنص دقيقة لطفا سيدنا، عندي سيارة خط مخضر على ديوانية عفك يوميا خطي ثابت 30 كيلو صار لي 3 سنوات. هذا كثير سفر،
ما دام كثير سفر حتى بالنجف يجي للزيارة يصلي تمام ويصوم بأي مكان يروح يعني. شكرا جزيلا سماحة السيد رشيد الحسيني على هذه الإجابات وهذه الملاحظات المهمة. شكرا جزيلا. حياكم الله بارك الله بكم. الشكر أيضا لكم مشاهدين الكرام، نأمل أن نكون قد قدمنا شيئا لكم فيه منفعة ولنا ولكم جميعا إن شاء الله أجر وثواب. لنا لقاء إن شاء الله يوم غد، لا تنسونا في دعائكم هذه الليلة. في رعاية الله وحفظه.